السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي النهاردة السنة اللي فاتت كنت اتكلمت على سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن وسنين المجاعة والرؤية. الفيديو دوت مرتبط بالهكسوس، هم اليهود ولا لا؟ في مؤرخ اسمه يوسفيس بيقارن أو بيقول إن اليهود هم الهكسوس، وإن الهكسوس هم الرعاة. ومن أشهر الادعاءات اللي تربط اليهود بالحضارة المصرية القديمة زي ما اتكلمت قبل كده، بنائهم بالأهرامات. وزي ما قلت لكم إن في فرق في التواريخ، زي مثلا البداية إن استقر جماعات الرعاة إلى مصر من قبائل مرتحلة قادمة من الشام، واستقروا على شكل جماعات وأقوام في الدلتا وفي الشرقية بالذات، زي تل الضبعة وتل اليهود اللي في جبين القناطر محافظة الأليوبية وصفت الحنة. لكن مقارنة التواريخ زي ما قلت لكم بتتضح ان سيدنا يعقوب دخل سنة 1650 قبل الميلاد، وان بناة الاهرام في الدولة القديمة كانت 3200، يعني في فرق من 1500 سنة تقريبا. لما خرج بني اسرائيل من مصر رحلوا، وكانوا ساعتها كانوا شعب بلا وطن، وكان اتجاههم الى اورشليم. النبي الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى هو الصراحة غلب معه. مثلا يعني سنة 1990 ظهر زي حواس لقى مقبرة أو قرية العمال، يعني انتسابهم لحكاية الهرم دي ما كانش مظبوط. وفي برضو عايز احكي لكم القصة كده بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى وهو معاهم. لما بعد تجريم العجل كان لازم يبقى فيه رد، يعني بعد ما سابهم وطلع الغمامة وقعد 30 يوم وربنا زوده قال له لا خليك قاعد 10 ايام، فهو 40 يوم. لما هو نازل قال له لقد اضل قومك ضلوا. لما رجع لقى سيدنا هارون مسك بلحيته ولقاهم عاملين عجل وكانوا بيعبدوه من الذهب، والسامري هو اللي عمله، وانتوا عارفين موضوع السامري دوت. المهم ان في الوقت دوت حصل ان شعب بني اسرائيل في الوقت ده كانوا بلا وطن رغم عبادتهم العجل، فكان لازم يبقى ليهم وطن. سيدنا موسى بخلاهم بعت اسباط لقوم يستطلعون كنعان، يعني هم كانوا في طريقهم من اورشليم، كان لازم يعدوا نهر الاردن. وكان في كنعان كان فيها قوم لولا دفع الناس بعضها ببعض، فسيدنا موسى بعت شويه من الاسباط يستطلعوا القوم دول من حيث نقط القوه والضعف والفرق العسكريه والقلاع الحراسه وابار الميه. عادت الفرقه الاستطلاع دي فاثاروا عدم الحرب اللي خافوا رغم ان معاهم ربنا، فجاء الغضب طبعا او كان رد السمع عليهم بالتيهه في المتاهه. بعد المتاهه كان الرسول موسى في ايامه الاخيره واختار ان يخلفه يوشع بن نون، كان من سبط افرايم الذي ولد في مصر وظل مع الرسول موسى عليه الصلاه والسلام طول الطريق. لما سمع واتسمع عنه وتصيد افرايم في حرب رفديم، وكان هو عنده عمر 33 سنه، وهو اللي خد بني اسرائيل ودخل بيهم كنعان. بني اسرائيل وبارك في الكاهن الاعلى اليازر اللي هو ابن سيدنا هارون. اول ما فعلوا يوشع هو اخراج الشعب نحو وتطلعهم الى اورشليم، وفي احد الليالي تجلى الرب ليوشع وامره بعبور نهر الاردن والتحرك نحو اورشليم. اول المدن التي قابلت هي اريحه، واريحه دي تعتبر من اقدم مدن العالم، هي 5 ميل من نهر الاردن 17 ميل شمال اورشليم، وده تقريبا كان اطول يوم في العالم لان الشمس فضلت ما غابتش لحد اما دخل، كان بيتسمى اطول يوم في العالم. ده ببساطه كده يعني حبيت اكد ان عدم ارتباط بني اسرائيل وهم في مصر ببناة الاهرام ده كان زمن غير الزمن. لك ان تتخيل مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى قال على مكه هي اول بيت وضع للناس الذي ببكه، وبعد كده جاب بعد ده الزمن الاول، وبعد كده مرت الازمنه والسنين والقرون الله اعلم والاف السنين، وجي سيدنا ابراهيم رفع قواعد البيت يعني، وبعد كده كانت اتجاه المؤمنين للمسجد الاقصى. حتى سيدنا محمد لما اتجاله الوحي كان بيصلي لاتجاه المسجد الاقصى، يعني تخيل بس ان في فرق
شوف زمن المكة كانت الأول أول بيت وضع للناس، وبعد كده اندثر لدرجة إن سيدنا إبراهيم رفع القواعد، وإحنا ما عندناش أي معلومة عن الزمن الأول ده، يعني مبهم تماما. وبعد كده إحنا كنا بنصلي للمسجد الأقصى، وكل برضو أهل الكتاب نفس القصة، إحنا تحولنا من المسجد الأقصى تاني رجعنا لمكة المكرمة. فتخيل انت سيدنا يوسف مثلا، سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام لما كان بيكلم فرعون بيقول له، فرعون قال له ما بال القرون الاولى، هو كان عايش على اثار ناس هو نفسه ما يعرفهاش، ده يعني ورغم ان فرعون دوت بعد دخول سيدنا يوسف يمكن بالاف السنين، يعني موضوع برضه مختلف، في الاول كان في ارباب متفرقون، وبعد كده جه سيدنا موسى يوسف حاول يهدي الناس، وسيدنا يعقوب اللي اتسمى سيدنا اسرائيل حاولوا طبعا يهدوا الناس، ورغم كده الناس بعدها فتره ضلوا، لدرجه ان فرعون في الزمن بتاعه كان بيقول للناس اعبدوني، يعني وصل بيهم امر ان هم ما بقوش يعبدوا اصنام، كانوا بيعبدوا ملاعبين. فهي الدنيا كده قر وفر مع الانسان مع السماء، وربنا كل شويه يبعت الرسل لينذر الناس ويفكرهم تاني. والعهد اللي ما بين الله وبين الناس سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم، يعني أنت في حياتك أنت مش محتاج، ربنا سبحانه وتعالى هيدلك على نفسه بنفسه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.